السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي عنونتها بأسواق وولمارت على وشك القيام بتغيير كبير. كما تعلمون قبل أيام ظهر تقرير الوظائف والذي تحدث على زيادة وصلت إلى 339 ألف منصب تم تسجيلها فقط في شهر ماي، وقيل كذلك أن هناك ارتفاع في حالة يعني معدلات البطالة والتي وصلت إلى 3.7%. هذا التقرير الذي يقال على أنه تقرير غريب، لماذا تقرير غريب؟ لأنه جاء في وقت يقال فيه أن الاقتصاد الأمريكي يعني ينمو بشكل جيد، هناك إضافة إلى 339 ألف منصب عوض التوقعات التي كانت 190 ألف منصب، لكن هناك أمور يجب الحديث عليها وهي المتعلقة ببعض الأسواق والمتاجر هنا في الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تعلن عن إغلاق أبوابها أو إغلاق فروعها، وهناك شركات التي بدأت تعلن على الإفلاس لهذه الشركات مع كامل الأسف. من بين هذه الشركات التي أعلنت مؤخرا على إغلاق العديد من فروعها وفي 12 ولاية في سنة 2023 هي متاجر وولمارت. فوولمارت أعلنت مؤخرا هذا الأسبوع على أنها سوف تغلق العديد من فروعها في تقريبا 12 ولاية، وهي واشنطن الولاية، أوريغون، مينيسوتا، ويسكونسن، إنديانا، إلينوي، أركنسا، تكساس، جورجيا، فلوريدا ونيو مكسيكو. هذه كلها فروع أعلنت شركة وولمارت على أنها سوف تغلق فروعها. شركة وولمارت أعلنت على أنها سوف تغلق فروعها. فكيف يعقل لتقرير وظائف يظهر على أنه قوي، على أن معدل البطالة ما زال في تقريبا 3.7% عوض 3.4%، ونسمع بشركة من أكبر مشغل في أمريكا. يجب أن يفهم الناس أكبر شركة تشغل في أمريكا هي شركة وولمارت، وهذه الشركة منذ أشهر أضع فيديوهات أتحدث لكم على أنها بدأت تغلق العديد من فروعها، إما بسبب السرقة أو إما بسبب يعني التسوق عبر الإنترنت. في نفس الوقت نلاحظ أن هناك شركات مثلا كتارجت كذلك بدأت تتحدث على أنها سوف تغلق العديد من فروعها، خصوصا الآن مع عملية السرقة والتي كلفت شركة تارجت 500 مليون دولار. كذلك بالنسبة بسبب المقاطعة التي يعني فرضت على تارجت بسبب موقفها من بيع الملابس التي تحمل رموز للمثل الجنسية للأطفال، كذلك هناك شركة ميسيز التي ربما يقال أنها سوف تعلن على إفلاسها قريبا. فكيف يعقل هذه الشركات كلها تغلق فروعها ويعني الاقتصاد أرقام الاقتصاد تبين أنه اقتصاد قوي، أنه هناك نمو جيد، فلكم التعليق على هذا الأمر. في نفس الوقت التي تقوم فيه هذه الشركات الكبرى، هذه المتاجر الكبرى بإغلاق فروعها، فهناك شركات مثل دولار جنرال هذه التي أعلنت على أنها سوف تفتح أكثر من 1000 فرع قريبا في من لهذه الشركة. كذلك محلات دولار تري وهي المحلات التي يمكنك شراء أغراض فيها بين دولار إلى دولار فاصلة 25، هذه الشركة أعلنت على أنها سوف تفتح أكثر من 600 فرع. فهل هذا معناه أنه في حالة غلق وولمارت وتارجت لمحلاتها في بعض الولايات أو بعض يعني المقاطعات أو بعض المدن، هل سوف يلجأ الناس للتسوق من دولار ستور أو دولار جنرال أو دولار تري؟ لكم التعليق على هذا الأمر. إلى جانب الإغلاق الذي أعلنت عليه شركة وولمارت، فهناك تسريح لألفين عامل تحدثت عليه تقريبا منذ شهر، فشركة وولمارت أعلنت على أنها سوف تقوم بتسريح 2000 شخص من العاملين في المخازن أو ما يطلق عليه بالوراثة. فلكم التعليق على هذه الأرقام، هل تعتقدون أنها أرقام حقيقية أم أرقام مفبركة؟ لأنه إذا كان هناك نمو اقتصاد هذه الشركة لن تقوم بإغلاق، هذه فقط وولمارت تغلق فروعها في 12 ولاية، فما بالكم بقادم الأيام، لأنه ما نهاية شهر يونيو سوف يصدر التقرير المالي لي يعني الذي يخص الناتج الخام المحلي للولايات المتحدة الأمريكية للربوع الثاني من السنة. إذا ظهر هذا الرقم على أنه رقم سلبي، تذكروا أن الربع الأول من السنة كان رقم سلبي، إذا ظهر في شهر يونيو أنه رقم سلبي فهذا معناه أننا دخلنا
في يعني مرحلة الركود، لكن هذه الأرقام تبين أننا لسنا في الركود. هذه الأرقام تبين أن الاقتصاد يعني مزدهر وأن الأمور جد جيدة. فعلى كل حال لوضح لكم السبب لحد الآن، وهو السياسة المالية التي ينهجها الاحتياطي الفيدرالي، لأنه ما زال مستمرا في رفع معدل الفائدة. لا نعلم شهر يونيو هل سوف يتم رفع معدل الفائدة أم لا، لكن أكيد سوف يتم رفعها في شهر يوليو وباقي الشهور، لأنه على البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصل بمعدل التضخم إلى 2%. لماذا هذه الأمور تؤثر؟ لأن هذه الشركات الكبرى تقترض، هذه الشركات الكبرى تقترض أموال لفتح فروع، يعني تشغيل موظفين، فحينما تقترض تحصل على قروض بفوائد عليا. هذا الأمر يدفع هذه الشركات في الأخير إلى ربما تسريح العمال أو إغلاق الفروع، لأنها أصبحت غير قادرة على دفع تلك الديون المتراكمة عليها. هذا أمر أول. الأمر الذي سوف أختم به أنه يجب أن يعلم الجميع أن ديون الولايات المتحدة الأمريكية أو الفوائد على ديون الولايات المتحدة الأمريكية هي تقريبا 1.2 تريليون دولار بشكل سنوي. يعني أمريكا تدفع ديونها وتدفع يعني فوائد فوق تلك الديون تصل إلى 1.2 تريليون دولار. فالأمر ليس بالجيد، لكن فقط لأضعكم في الصورة بخصوص هذه المحلات التي سوف يتم إغلاقها في العديد من الولايات الأمريكية. شكرا لكم والسلام.